Oh.
عباس معلمة إيانا أن ننكر النفاق والشهوات العالمية لنعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المغبوط وظهوره ومجد الله العظيم ويسوع المسيح مخلصنا، هذا الذي نزل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم، يطهرنا لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعز ووبخ بكل سلطان، ولا ترخص لأحد أن يستهين بك. ذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين، ويكونوا لطفاء مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبل الأغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، سالكين في الشر والحسد، ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا. فلما ظهر رب مخلصنا الله ومحبته للبشر، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل برحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بغنى يسوع المسيح مخلصنا، لكي نتبرر بنعمة ذاته ونصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. نعمة الله الآب فتحل على أرواحنا جميعا يا أبائي وأخواتي. آمين. الكثيرون فصلوا رسالته وعلمنا يوحنا الأولى وأنكرته عليهم الجميع وعميل. من هو الذي يؤمن بالعالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي جاء بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم والروح، والذي يشهد أن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد. إن كنا نقبل شهادة الناس وشهادة الله أعظم جدا، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد به الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله له الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله. وهذه هي الجنة التي لنا عندهم، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه. نعلم أن لنا التوبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطيئة ليست موجبة للموت، فليطلب أن تعطي له حياة للذين يخطئون خطيئة ليست للموت. توجد خطيئة موضوعة للموت، ليس قولي عن تلك أن يتوب من أجلها، كل ظلم فهو خطيئة، وتوجد خطيئة ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسع الشرير. نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي وندخل في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. أيها الأبناء، احفظوا أنفسكم من الأصنام، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم من أشبهكم معه، وأما من يعرف مشيئة الله فإنه يدخل إلى الأبد. آمين. Yeah.
ابن الرئيس قوار جافت جيهم سات صديهم وتنبأ له القديس الأنبا برسوم العيان أنه سوف يسير بطريركا
خلف السده المقدسيه لمياه قداسه البابا يوانس التاسع اجتمع راي اباء الاساقفه والكهنه والاواخنه ووقع اختيارهم على راهب بنيامين فرسموه بطريركا سنه 1327 ميلاديه باسم البابا الانبا بنيامين الثاني فاهتم بتعميم الكنائس والاديره وخاصه دير القديس الانبا بيشوري الذي اهتم به عمرانيا ورهبانيا كما قام بعمل الميرون المقدس في دير القديس الانبا مكاريوس سنه 1330 ميلاديه واشترك معه في صنع الميرون 20 اب اسقف وحدث في عهده اضطهاد للاقباط على يد والي مصر شرف الدين ابن الثالث وتدخل ملك الحبشه للصلح وهدأ الموقف واعاد الاقباط بناء الكنائس التي تهدمت وبعد جهاد طويل في خدمه الكنيسه نحو 12 سنه تنيح بالسلام ودفن في دير القديس العظيم الانبا بيشوي بماريه شهيد المقدسه بارك صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما ابديا امين.
Thank you.
Thank you.
نسأل الله صلاحنا وحفظ الله.
Yeah.
I love.
إن كاثوليك إن أبسطوليك إن إكليسية. Amen.
Thank you.